السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا جماعة؟ ايه الأخبار؟ معكم عمار نعمان. طبعا أنا مصري الجنسية. النهاردة إن شاء الله هشارككم تجربتي في دراسة اللغة الإنجليزية في دولة ماليزيا. طبعا المدينة اللي كنت بدرس فيها كوالالمبور العاصمة. المعهد اللي كنت بدرس فيه اسمه أوسم إنجلش لانجويج سنتر. طبعا قعدت هناك لبعض الأشهر. درست طبعا هناك، المعهد عبارة عن على الورق 10 ليفلات، لكن أغلب الناس بتاخد 8 بس، لأنك بعد الليفل السابع او الثامن، بعد الثامن تقدر تخش الايلتس. عندهم كورس الايلتس تقريبا شهرين او حاجه كده، تقدر تخش طبعا شهر لو حابب، بس انا دخلت في شهرين. بعد ليفل 8 تكون انت خلاص مؤهل ان انت تدرس الكورس بتاع الايلتس على طول. لو انت عايز تعمل جامب من الليفل السابع تقدر برضه، ولكن هيعملك اختبار تحديد مستوى، هل تقدر تدخل ولا لا. وطبعا اعرف 2 من زملائنا يعني عدوه وكملوا معانا الكورس بتاع الايلتس. يعني طبعا انا رحت او وصلت هناك او دخلت المعهد عن طريق احد المكاتب هناك في ماليزيا، طبعا مش هقول اسمه. طبعا ان انت يكون عندك مكتب، خصوصا ان انت ما تعرفش حد مثلا في الدوله اللي انت رايحها، او يعني ما عندكش اي فكره خالص عن الدنيا هناك. المكتب مثلا اللي انا اتعاملت معاه سهل لي صراحه حاجات كتير، اللي هو سواء بالنسبه للمعهد او الجامعه، ان شاء الله الجامعه نتكلم عنها في فيديو تاني. بالنسبه للمعهد انا ما عنديش، ما اعرفش حتى المعهد كان فين ولا ايه رسومه. طبعا عرفت الرسوم اكيد بعدين، او انا يعني هو اللي رشحه لنا اساسا، هو اللي رشح لنا المعهد يعني، لانه ايجنت خاص بكذا حاجه، ومنهم المعهد اللي انا اصلا اللي انا كنت فيه. فطبعا ما اعرفش الاداره، ما بتعاملش مع اي ورق، ما بعملش اي حاجه، ولكن طبعا استجابه المكتب معاك عشان عنده مثلا عملاء كتير او حاجه زي كده، ممكن البطء ده هو اللي يقفلك من المكتب. لكن تو بي فير يعني كان صراحه مسهل حاجات كتير. طبعا الرسوم اللي دفعتها للمكتب هي $250 انيشيالي كده في الاول، بدون طبعا رسوم المعهد، بدون رسوم الجامعه، لاني يعني كنت مقدم اساسا عشان الجامعه. وبعدين الانجليزي خد كده محور اخر يعني في حياتي. طبعا اكيد كنت عارف ان انا هروح ادرس انجليزي الاول، ولكن الخطه مشت مش زي ما كنا او زي ما كنت متوقع يعني. طبعا كانت في خطه احسن الحمد لله، ولكن الرسوم كانت $250 شامل. انا حرفيا مش عارف بالظبط ايه يعني كان ايه للمعهد وايه للجامعه كده، مش فاكر تقدر تقول، عشان الموضوع انا مخلص المعهد تقريبا من اكتر من سنه يعني. ف $250 كانت شامله تقريبا التوصيل للمطار، وان هم كانوا يوفروا لي سكن، يجيبوا لي سكن، وان هم يقدموا لي في المعهد، ويقدموا تقريبا في جامعه، او لا كل جامعه من اللي قدموا لي فيها قدموا لي في جامعتين، كانت كل حاجه $100. ده مش موضوعنا. فالمهم كانت $250 شامله. فمش فاكر حرفيا المعهد بالظبط كان له كام يعني، لكن لما تيجي تقدم على مكتب اتوقع ده المكتب ده المبلغ المتوقع يعني، ان هو عشان يجيب لك سكن ويقدم لك في المعهد والحاجات دي يعني. وطبعا الرسوم دي كانت بدون فيزه المعهد، لان انا ما روحتش فيزه معهد اساسا. الفيزا دي بيبقى مبلغ اخر، انا حتى مش عارف هو كام بالنسبه للمعهد، لاني ما يعني في كان ليا اصدقاء جايين بفيزا بس ما سألتهمش، او مش فاكر بالظبط المبلغ كان كام، لاني ما تعاملتش في الموضوع ده يعني. انت تقدر تدخل فيزا سياحه، المعهد عادي بيقبل ان انت تكون يعني سياحه. انا في ناس كتير وانا كنت منهم الصراحه، كان انا اساسا رايح ماليزيا عادي اشوف هل هي مناسبه للدراسه الجامعيه ولا لا، وتم استغلال الفتره ان انا ادرس انجليزي يعني. وطبعا في امكانيه انك تخش ماليزيا كذا مره سياحه، طبعا مش مفضله خالص انك تعملها. طبعا بالنسبه للفيزا السياحيه فكل جنسيه لها وضع خاص يعني. طبعا اغلب الدول العربيه، اليمن، السعوديه، مصر، الامارات طبعا اكيد، ومن الدول الاجنبيه امريكا مثلا وبريطانيا. هحط لكم ان شاء الله رابط بيقول كل جنسيه او كل جواز سفر ازاي يعني، هاو ميني دايز، او الايام المسموح انك تقعد بيها بالفيزا السياحيه. طبعا الفيزا السياحيه انت تروح المطار وبيديك الختم على الباسبور ان انت ليك 90 يوم داخل ماليزيا يعني. فزي ما قلت ان شاء الله هحط لكم رابط فيه كل او ان شاء الله الدكتور ابو بكر يحطه في الوصف، رابط فيه كل او اغلب الدول اللي لها ايام معينه. في دول لها 90 يوم زي مثلا مصر والسعوديه واليمن وكده، في دول لها 30 يوم زي تقريبا الروسيين والسنغافوريين تقريبا، وفي دول لها 14 يوم مش فاكر زي مين، في دول لازم تروح السفاره وتقدم زي مثلا باكستان وبعض الدول الاخرى. طيب بالنسبه للمصاريف في الفترة اللي أنا كنت فيها هناك، طب أول حاجة رسوم المعهد كام؟ رسوم المعهد على حسب الموسم اللي أنت داخل فيه. أول فترة ليا كان الشهر بيكون تقريبا، كان دفعت 1500 رينجت. طبعا الرينجت المفروض أطلعه لكم هنا بقية العملات، المفروض إنه
تقريبا زي الريال السعودي، وبالمصري تقريبا 3 جنيه يعني تقريبا لو ما كنتش مخطئ يعني. ف كان اول فتره كان ب 1500 رينجت، وبعد كده ما انا يعني طولت شويه او في الفتره التانية او بعد كده كان بقى 1250 تقريبا الشهر. بعد ما انا مشيت اكتشفت ان السعر عالي خالص يعني، بقى ب 1700 1800 يعني، كان تو ماتش الصراحه. 1700 كتير انا شايف في رايي. وبعدين المعهد مش مصنف اللي هو 5 ستارز عشان انت تدفع فيه زي كده، وان انت اصلا تروح بره تدرس. في ناس طبعا مع فكره انت تدرس في الدول العربيه وكده، انا طبعا ضدها لاني قعدت فتره طويله سنين ادرس، اصلا بدرس انجليزي من وانا صغير يعني، ولكن الفتره اللي انا رحتها هناك خلتني اقدر اتكلم، اقدر اسمع، اقدر افهم الحاجات دي. فطبعا هناك انا شايف في رايي الشخصي ان هو افضل كتير. فزي ما بقول لكم ده السعر بالنسبه للسكن. مثلا السكن طبعا يعني مفتوح جدا، ولكن بيبدا تقدر تقول 550 رينجت، ده اقل حاجه شامله كهرباء ونت وحاجات زي كده. دي بتبقى اوضه يسموها اوضه سمول، اللي هي تقريبا صغيره جدا يعني. بعد كده بتيجي مثلا احنا قلنا بتبدا من 550 بالنسبه للغرفه اللي يسموها سمول دي، بعد كده يطلع معاك بقى الاوضه مثلا يسموها ميديوم او الحجم المتوسط شويه، تقريبا توصل ل 700. الحجم المؤسسة الكبيرة مثلا بيبقى فيها حمام داخلي أو حاجة زي كده، بتوصل ل 1000 1200 على حسب. بعد كده عندك حاجة يسموها الاستوديو. الاستوديو مثلا بيكون نص شقة كده، أوضة مثلا مطبخ وحمام وحاجة زي كده، دي على حسب المكان، وبيبقى سعرها تقريبا فوق ال 1500 مثلا في الإيجار حاجة زي كده. طبعا بشكل عام السكن هناك عبارة عن مباني كبيرة تقريبا ما بتقلش عن 25 دور حسب ما شفت في كذا مكان يعني، ما بتقلش عن 25 دور. طبعا ده يعني اغلب الاماكن مش كلها طبعا، اكيد في خيارات اخرى، لكن مثلا اللي كان جنب المعهد عندي ف مباني كبيره داخلها شقق، وتقدر انت تأجر او مثلا المعهد يجيب لك او لو تعرف حد. ده نظام المباني هناك. طبعا بيكون مجمع سكني، فيه باركنج للسيارات، في مطاعم، في مسبح، في جيم، في مش عارف ايه. فمفروض بعض الصور تكون ظهرت لكم او تظهر لكم حاليا على من المكان اللي انا كنت ساكن فيه يعني. ده بالنسبه للسكن. بالنسبه للمعيشه فاكتر حاجه بتصرف هناك طبعا هي الاكل والمواصلات، او هو ده اساسا المصاريف. فبالنسبه للمواصلات في كوالا في المكان اللي انا كنت فيه، طبعا بيبقى جنبك او المكان اللي جنب المعهد اللي انا كنت فيه يعني، في طبعا عندهم هناك ما شاء الله خطوط المواصلات كويسه جدا، او بالنسبه للمترو يعني او المترو او القطار داخل القرى نفسها، في كذا كذا خط يعني. من الخطوط اللي كانت جنبي طبعا تقريبا 37 محطه، انا كنت مثلا في محطه 3، وفي مثلا الباصات موجوده. فالحاجات دي بتبقى يعني برنجت، لو انت مثلا في كارت كده بيتعمل بينزل لك السعر ب 80 سنت حاجه زي كده، فطبعا ده بيوفر كتير جدا. عندك الخيارات الاخرى طبعا تطبيقات التاكسي اللي بالموبايل بدون ذكر اسماء. تطبيقات التاكسي دي برضو موجودة طبعا، لو انت هتعتمد عليها المصاريف هتطلع معاك جدا. بالنسبة للأكل فأكتر حاجة بتصرف هو الأكل العربي طبعا. أنا مصنف الأكل لثلاث تصنيفات هناك، الأكل العربي هو أغلى حاجة، وبعدين الانترناشونال أو الفاست فود، برجر كينج، ماكدونالدز، الحاجات دي، وبعد كده الأكل الماليزي. طبعا الأكل الماليزي هو يعتبر زي الشعبي في بلادنا، زي مثلا في مصر الأكل الشعبي سندوتشات فول وطعمية حاجات زي كده، زي في السعودية الأكل الشعبي مثلا، فهو يعتبر أرخص حاجة. فده تصنيفات الاكل توتال كده. تعمل كام في الشهر يعني؟ اقل حد شفته بيصرف كان تقريبا 700 ل 800 رينجت، 700 اتوقع. ده اقل حاجه. اعلى حاجه طبعا بقى دي ملهاش يعني، عادي انت ممكن تروح ترمي يعني، فطبعا هتصرف كتير. لكن لو عدينا رينج ممكن 700 ل 1300 في كي ال، عشان المواصلات طبعا هتوفر كتير يعني. طيب في سؤال بيقول ليه انا اخترت ماليزيا بالذات، او احنا قلنا طبعا اخترت المعهد، الايجنت هو اللي رشحه لي، فطبعا اخترته ما كنتش اعرف حاجه، والحمد لله طلع كويس يعني. طبعا بحثت على النت لكن البحث ما جابش نتيجه يعني، عشان كده بعمل الفيديو ده النهارده ان انا اقدر اساعد اي حد ناوي يجي المعهد او ناوي يروح ماليزيا هناك. انا اخترت ماليزيا لان اساسا انا عايز اختار بلد تساعدني ان انا اطلع بره مثلا بعدين او حاجه زي كده، وماليزيا كانت خيار مناسب بالنسبه لي لان عايز ادرس هندسه، او حاليا بدرس هندسه. ف هما في الهندسة كويسين، رانك الجامعة اللي أنا فيها حاليا يعني يعتبر كويس جدا، وبيدرسوا بالإنجليزي، دي أهم حاجة عندي. كان عندي خيارين أخرى ما بتوفرش فيها الموضوع ده. سؤال يطرح، هل ممكن الواحد يشتغل أثناء دراسته هناك في المعهد؟ طبعا ما عنديش معلومة واضحة عن الموضوع ده، ولكن
الاتموسفير هناك او الجو، ان اساسا هم مش عايزين اجانب يشتغلوا اصلا حتى بعد ما لو دخلوا جامعة وتخرجوا يعني. فده اللي انا استشفيته من خلال اكتر من سنة اللي انا قعدتها هناك. فطبعا اثناء الجامعة انا ما شفتش حد تقريبا بيشتغل خالص بالنسبة معاهم فيزا، او لو كنت شفته كان الليجال يعني، ما كانش بشكل رسمي او حاجة من الدولة مصرحة. طبعا في ناس بتشتغل في اماكن او مثلا طبعا الشغل الاونلاين هو الخيار الوحيد اللي ممكن محدش يحاسبك عليه ان انت ليه بتعمل كده يعني. طبعا اخر حاجة طبعا او الحاجة الاخيرة، عندنا 5 نصايح بس حابب ان انا اقولها من خلال تجربتي. اول حاجة طبعا لو هتروح وتيجي كذا مرة ما تحجزش طبعا طيران مباشر من بلدك، لو بلدك فيها اللي هي دايركت فلايتس مثلا من عاصمة بلدك او المكان اللي انت فيه لحد كوالالمبور ما تحجزش. تقريبا اغلب الشركات اللي فيها دايركت فلايتس بتكون طبعا السعر مرتفع جدا، فاحجز اي حاجه فيها ترانزيت. في طبعا بعض الخطوط عندها ترانزيت بيكون يعني السعر كويس وترانزيت قليل، فطبعا دي اللي تقدر انت تختارها يعني للرحلات المباشره. لو انت مش عايز ترانزيت تمام، بس اغلبهم بيبقى السعر مرتفع يعني، في اغلبهم مش كلهم يعني، او مش كل الوقت، اغلب الوقت. طبعا الحاجه التانية، ما تفتكرش انت عشان رحت المعهد ان هيطلعوك خلاص نيتيف سبيكر بعد المعهد، اما الموضوع بيعتمد عليك. انا افتكر ان اول فتره في المعهد حسيت ان انا ما استفدتش كتير، الفايده الاكبر كانت في الكورس بتاع الايلتس. طبعا مش كل الناس هتكمل الكورس، وحتى اثناء الكورس او حتى بعده يعني، انا بعده اشتغلت وقبله اشتغلت طبعا مع اختلاف الطرق يعني. ولكن لازم تشتغل مع نفسك، عندك اليوتيوب طبعا وقنوات على اليوتيوب ما شاء الله، في قنوات كتير تقدر انت تستفيد منها. حتى انا افتكر في المعهد كنت بذاكر من بعض القنوات او بفهم بعض القنوات على اليوتيوب، بعض الدروس اللي ما بفهمهاش من المدرسين مثلا. ف دي برضو نقطة. حاجة سريعة، مش عشان مش من ضمن النصايح، بس بان انا جبت سيرة المدرسين، فحب اقول ان المعهد اللي انا كنت فيه ما كانش كل المدرسين نيتيف سبيكرز، لا كان في ناس من امريكا وناس من بريطانيا، كان في من الهند، وكان في مدرس يمني، وكان في مدرسة مصرية، وكان في برضو واحد من ايران، واحد من بنجلاديش برضو. فكان في جنسيات مختلفة، مش شرط ان هو كلهم يبقوا من بريطانيا او كلهم يبقى من امريكا استراليا البلاد النيتف. فدي برضو حاجة كده كنت نسيت اقولها وحبيت ان انا اقولها دلوقتي من اجل مسيرة المدرسين يعني. من النصايح اللي لازم يعني، ممكن كتير يختلفوا معايا فيها، ولكن بعد بقى المعهد وبعد ما دخلت الجامعة اكتشفت ان كويس ان الواحد درس في معهد بره الجامعات هناك. طبعا ماليزيا مع كل الاحترام والتقدير للمستوى العلمي اللي هناك، ولكن بالنسبة للغة الإنجليزية مش هروح لحد يعني، أولا مش نيتف يعني، أنا قلت المعهد طبعا مش كل مدرسين نيتف، ولكن حتى مش نيتف الأكسنت بتاعه يعني مثلا الهندي الأكسنت بتاعه أكيد في حتة هندية، ولكن ستيل يعني صراحة لغته ممتازة. ولكن في المعاهد يعني، أنا في الجامعة اللي أنا فيها حاليا خريجين المعاهد أو المعهد بتاع الجامعة مقارنة بال مش بيا انا، مقارنه بيا وبالناس اللي درست حتى يعني في معاهد اخرى، المهم ان درست بره المعاهد الجامعات حتى في بلاد عربيه تمام، الانجليزي بتاعهم احسن بكتير من الناس المتخرجه من الجامعه يعني. فمعهد الجامعات انا مش مقتنع بيه خالص طبعا بالنسبه للجامعه اللي انا فيها. في جامعه اخرى برضو نفس الكلام، انا بقول تجربه على جامعتين يعني، خريجينها خريج الانجليزي بتاعها ممكن ما يكونش ها ستيل يعني مش كويسين قوي ولا وحشين قوي، ولكن خدوا وقت طويل جدا يعني، خدوا وقت طويل. لو تقارن مستوى واحد درس مثلا 6 شهور في معهد خاص، او هقول المعهد اللي انا كنت فيه عشان انا مجربه، ومعهد الجامعه الفلانيه التانية دي، ف يعني هو مثلا خد التاني خده 6 شهور في السنه وشويه، فطبعا كتير جدا يعني، وتضييع للوقت وتضييع، وانت رايح اصلا عايز يعني. الواحد اكيد طبعا الطريق لما بتاخد طريق بره ده بيكون اطول من الطريق ان انت لو في بلدك، ولكن الواحد بما انك خدت طريق طويل بس تحاول تقصره يعني، مش تحاول تطوله. فطبعا انا ضد موضوع المعاهد بتاعت الجامعات خالص، ممكن يبقى في جامعات معاهد كويسه مش عارف، لكن بالنسبه لفكره عامه انا شخصيا ضدها جدا. تالت حاجه، اسكن في سكن جنب المعهد او قريب من المعهد عشان توفر عليك وقت وجهد وفلوس وكل حاجه يعني، مع ان قلنا المواصلات الباص والمترو والحاجات دي تعتبر كويسة سعرا، ولكن هتاخد منك وقت، ممكن بيجي في وقت وكل حاجة، بس هتضطر بقى تطلع قبلها بفترة ومش عارف ايه. فاسكن في حاجة محيطة بالمعهد اللي انت فيه، سواء المعهد اللي انا كنت فيه مثلا كان جنبه تقريبا من 4 لـ5 مباني من الكبار اللي انا قلت عليهم دول، فطبعا كان
يعتبر جنب المعهد في متوفر سكن كتير، فطبعا ما ينفعش افوته او اسيبه واروح منطقه تانية حتى لو قريبه، بس هخليها اركب مواصلات وكده. فدي النصيحه، لان شفت الشباب اللي كانوا ساكنين بعيد كانوا ازاي بيتعبوا يعني. طبعا اخر نصيحه ممكن اقولها هي ما تجيش هناك تدرس وانت صفر في الانجليزي، لان انا شفت صراحه تجارب الشباب اللي جايين ميح خالص وداخلين المعهد طولوا حتى وما خلصوش، وفي منهم اللي مشى وفي منهم. فيكون عندك اساسيات مثلا، عارف بعض القواعد بعض الكلمات، لان هناك هتتعامل كمان بالانجليزي. يعني ما فهمتش حاجه لازم تقول للمدرس ان انا مش فاهم ليه بالانجليزي، نزلت بقى تشتري حاجه تبقى بالانجليزي. ف ده اللي انا شايفه يعني، لازم تكون عندك اساسيات في اللغه الانجليزيه طبعا قبل ما تروح يعني. اخر حاجه احب اوجه رساله للدكتور ابو بكر، او رساله شكر طبعا، عشان انا شخصيا استفدت من السلسله دي قبل ما اروح. شفت طبعا الفيديوهات بتاعت ماليزيا، في كذا حد في ماليزيا، شفت الفيديوهات بتاعت الدول الاخرى، واستفدت طبعا من القناه بشكل كبير جدا، مشترك فيها من زمان جدا يعني. فشكر كبير للدكتور ابو بكر يعني. وان شاء الله هيبقى في فيديو تاني عن الجامعه اللي انا بدرس فيها حاليا. فاشوفكم على خير ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.